ولسه مكملين معاكم عيش سعيد. وضيفنا النهارده يا جماعه ضيف مميز جدا، مهم قوي 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 ان انتوا تتفرجوا على الحلقه دي. كل واحد بقى يجهز موبايله قدامه كده وورقه وقلم واكتبوا ورانا التبس والتريكس والحاجات المهمه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. طبعا يا جماعه اهميه الموبايل في حياتنا، الموبايل بقى عليه كل حاجه تخصنا، سواء معلومات بنكيه بنعمل كل حاجه، التحويلات على الموبايل، صورنا الشخصيه وكل ذكرياتنا موجوده على الموبايل، شغلنا، علاقتنا بالناس، كل حاجة بقى خلاص الموبايل هي بقت حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. بس ساعات في ناس مننا بتبقى مش عارفة تستخدم الحاجات دي ازاي. طب لو حاجة ضاعت من الحاجات دي اتصرف ازاي؟ طب ازاي اصلا ابروتكت نفسي واحمي نفسي ان مفيش اي حاجة تحصل بتاكد زرار او دوسة غلط ان كل حاجة دي تروح واقعد بقى اعيط عليها؟ حاجات كتير واسئلة كتير قوي هنقعد نتكلم عن الموبايلات. وفي ناس كتير قوي بتحس او بتشك ان موبايلها مثلا في حد عامل هاكينج للموبايل، طب انا موبايلي ضاع، في فرصة او في امل ان انا الاقيه؟ اسئله كتير قوي بتجيلنا. فالنهارده ضيفنا اللي بيقدم محتوى مميز جدا على السوشيال ميديا وشاطر جدا فيه، جمال صبري، طبعا هو اللي هيجاوب لنا على كل الاسئله دي. ازيك يا جمال؟ منورنا. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الفل، نورت. عيش سعيد، ربنا يخليكم. في الاساس انت مهندس. بالظبط كده. قبل موضوع تقديم المحتوى وكل الحاجات والابلكيشنز والتكنولوجي الكتير قوي دي، ممكن نتعرف عليك او الجمهور يعرف اكتر انت درست ايه بالظبط؟ هو انا درست هندسه، يعني انا خريج كليه الهندسه دفعه 2004. تخصصي اصلا مهندس مدني، مالهوش علاقه خالص، مش اي تي ولا اي علاقه، ده خرسانه ورمل وزلط وحاجات كده. انما شغال مهندس مشروعات، بس شغال في مجال البترول. احنا شغالين في مجالات الانتاج بتاع الغاز والبترول، بعيدا تماما عن المجال بتاع التكنولوجيا. موضوع التكنولوجيا ده كان موضوع هوايه بس يعني. اوكي، فانت اكتشفت الهوايه دي من امتى مثلا؟ والله هو بالصدفه كان وقع في ايدي كتاب كده مثلا سنه 2007. الكتاب ده كان بيتكلم على الربح من الانترنت، وكان في الوقت ده حاجه جديده، حاجه غريبه، بس كان كتاب مكتوب بصراحه بطريقه كويسه جدا. فبدات امشي اشوف الكتاب بيشتغل ازاي، او هو شخص، وهو مصري اللي كان عامل الكتاب ده. بس كان الكتاب محفز جدا ان انا عاوز اشتغل، عاوز اعرف الموضوع ده بيعمل ايه، خصوصا ان هو محفز بالارقام، يعني بيدخل لي كذا وعندي ارقام كذا، فكان الموضوع محفز قوي. فبدات ادخل في المجال ده من 2007. بس السوشيال ميديا دي كانت متاخر، البدايه كانت ان انا بعمل بلوجز وبكتب بلوج بوست عن الموضوع اللي احنا اللي هو موضوع الموبايلات وموضوع التريكس والتبس والكلام ده. فهو من هنا بدات بقى، بدات بالظبط، بدات العلاقه بالانترنت والشغل. لو اكيد صحابك مثلا الحقنا يا جمال موبايلي ماله والحقنا. ما هو اللي حصل كده بالظبط. ان انا في الشغل كان اللي بيحصل دايما ان اي حد عنده مشكله في الموبايل بيروح بتاعه لجمال على طول، فيوم جاي لجمال اعمل كذا اعمل كذا. فرغم ان انا شايف الجينيس بتاعنا جينيس العيله، عشان حسيت يعني شايف الموضوع بسيط، ما كنتش بعمل حاجه صعبه، بس كل الناس مهتمه بالموضوع وبيقول لي عشان احل المشكله. فانا بقول واضح ان في حاجه عندي اعملها يعني. فقلت ادخل اكمل في المجال ده. بس موضوع الفيديوز اللي هو جه متاخر شويه. اول فيديو عملته؟ اول فيديو عملته عن تجربه شخصيه، وده من ضمن الحاجات اللي انا بعمل فيها الفيديوهات. ده كان فيديو عن طريقه شحن، شركه شحن كنت بتعامل معاها ان هي بتوصلي الحاجه لحد البيت. يعني بعمل اوردر من بره مصر وهو بيوصلي الحاجه لحد البيت. أوكي. فكانت عندهم، بس ايه، حبيت اعمل ريفيو حاجه كده ما عجبتنيش شويه. يعني عندهم حاجة مزايا وعندهم عيوب، فأنا حبيت في الفيديو أظهر إيه هي المزايا وإيه هي العيوب اللي عندهم. فدي كانت البداية. فلقيت الفيديو أول مرة اتشاف كتير جدا، وأنا يعني مش فاهم الموضوع ده، أنا مش متعود عليه. مش متعود عليه بمعنى إن أنا لما دايما كنت بعمل محتوى مكتوب، طبعا كنت بتعامل مع جوجل، هم أكتر مصدر بيجيب لي ترافيك على أكيد. البلوج بتاعتي. وعلشان يجي لي الترافيك ده بقعد مده طويله، ممكن 6 شهور لسنه بالزبط. على ما يبقى في ثقه في الموقع بتاعي بالنسبه لجوجل، يقدر يقيمني كويس، وبعد كده يجي لي ترافيك. فان انا اعمل فيديو لاول مره ويبقى عليه ترافيك، فده كان بالنسبه لي حاجه غريبه، حاجه مش بالظبط. اللي هو ايه الموضوع يا جماعه؟ يعني انتوا مش مستنيني اكيد. كنت حاسس ان انت عايز تكمل بقى ساعتها، هو ده طريقي؟ في الوقت ده هو طبعا اول فيديو فادالك تحفيز، تاني فيديو اتشاف مليون مره. فيعني انا هنا اتلخبطت بقى خالص. برده كان حاجات ليها علاقه بتجربه شخصيه، ان انا اشتري الحاجه من بره مصر وتوصلني ازاي بسعر اقل من اللي موجوده في السوق في مصر. فالموضوع اتشاف كتير جدا. فده شجعني اكتر بكتير جدا ان انا اشتغل اكمل في الفيديوز، خصوصا ان انا كنت حابب اعمل اونلاين ستور واخلي الفيديوز
تخدم على الاونلاين ستور بتاعي. انت اصلا يعني بتتكلم في محتوى صعب جدا، انا بشوفه من يعني اكبر الحاجات اللي هي بتعمل مكلكع كتير قوي. وبتقول المعلومه لازم تكون دقيقه 100%، لان انت بستيب واحده غلط في الموبايل ممكن تبوظ الدنيا كلها. يعني بحس بين ياس ونو، عارفه لو كنت فين ياس لما قلنا نو، فالموضوع ممكن يبوظ الدنيا. انت بقى ازاي بتجيب افكار، بتجيب افكارك منين، والتبس والتريكس دي يعني بتجيبها منين؟ بصي، هو في كذا مصدر. بس يعني انا فعلا بنصح كل حد بيشتغل او ناوي يشتغل ان هو دايما يفكر في الحاجات دي. اولا، اول مصدر ان انا متابع المواقع الاجنبيه اللي هي ليها علاقه بالمحتوى بتاعي. يعني كل المواقع اللي بتتكلم على الموبايلز والاخبار بتاعتها والجديد والشائعات والتريكس دي انا متابعها كويس جدا، بحيث ان هو بيديني افكار اقدر اعملها فيديوز للناس. حاجه تانية، التجارب الشخصيه زي ما انا قلت لك دلوقتي، الحاجات اللي انا جربت اشتري من بره، وجربت الشركه دي كويسه، الشركه دي وحشه. فده برضو جزء من الفيديوز. حاجه كمان، الاي اي شغال دلوقتي كويس جدا، بيساعد كويس جدا، زي جي بي تي مثلا. بيساعد قوي ان هو يعمل لك فيديوز وافكار فايرال تنتشر بسرعه كبيره. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي انا بجيب منها المحتوى بتاعي. وطبعا اسئله الناس بتسال احيانا اسئله كتيره، يعني مثلا تلاقي 10 بيسالوا سؤال واحد معين، فتقوم مذاكره بقى. ده اكيد مش ال10 دول، ده في عدد كبير جدا. بس في ناس ما كانتش عارفه تدور ازاي بالظبط، وما بعتوش السؤال. بس لما يبقى 10 مثلا اتجمعوا ان هم بيسالوا سؤال واحد، اذا ده موضوع مهم جدا، لازم يتعمل عليه فيديو. ولما ده حصل، الفيديوز اتشافت فعلا كتير جدا، واكتشفت ان هو فعلا الناس بتدور على الموضوع. فانت لازم تبقى مركز جدا في الكومنتس او في الرسائل اللي بتجيلك، الناس مهتمه بايه، بتدور على ايه، مشكلتها فين. فده برضو مصدر مهم جدا للمحتوى. طب الناس دي الفئه العمريه بتاعتها عاده بتبقى كام؟ انا حاسه ان الشباب اكتر هم اللي بيبقوا متابعين. هو يعني طبقا الاناليتكس بتاعت السوشيال ميديا، تقريبا احنا بنتكلم من 18 لحد 35. اوكي، دول اكتر ناس بيسالوا ومتابعه الموضوع. دلوقتي كمان الابهات والامهات دول ماسكين الموبايلات اكتر مننا دلوقتي. بالظبط بالظبط. وبقى خد والنبي يا احمد اعمل لي مش عارفه ايه، خد يا لينا. لقيت كده ان في ناس قالوا لي احنا ما بقاش بنسال ولادنا عشان هم مش بيردوا علينا وبيتجاهلونا. وانت يا ابني تعالى ساعدنا من الاخر كده. بالظبط. طيب هنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهو في ظل التكنولوجيا اللي احنا بنعيشها، وطبعا هي ليها مزايا كتير قوي، بس ساعات ناس بتستخدمها غلط. حته ان هو انا هركب موبايل حد، هخترق موبايله عشان اخد مش عارفه معلومات ايه، او معلومات بنكيه، حاجات صور شخصيه او كام. ازاي اعرف من الاول اصلا، من البدايه اشك ان موبايلي في حد مخترقه، اعرف منين؟ بصي، هو مبدئيا هو ده هاجس عند الناس كلها. ان في حد مخترق الموبايلات بتاعتهم. انا متراقب طول الوقت وكل واحد عنده اعداء، فاكيد في حد بيراقبني. فهو في قاعده ازاي الاول احمي نفسي علشان ما اقعش في الموضوع ده. اولا، انا مش المفروض ان انا اعمل حاجه بره البوليسي اللي محددها الشركه بتاعت الجهاز. بمعنى ان انا ما ينفعش اروح اجيب برامج من بره الستور، سواء من اب ستور او جوجل بلاي، ان انا اروح اجيب برنامج من بره. وده كتير منتشر، وخاصه البرامج اللي هي فاتحه القنوات المشفره، وفي برامج كتير قوي دي ما بتبقاش موجوده على الستور الرسمي بتاع الموبايل. فبتبقاش سكيورد بمعنى كبير. مش سكيورد، انت بتروح تجيبها من مصدر بره. المصدر ده انت مش ضامن هو عامل الابلكيشن ده في حاجه ولا ما فيهوش حاجه. هو الشركه نفسها مش موافقه على الابلكيشن ده يكون موجود. فانت ليه توافق؟ لان هو بيسالك قبل ما تنزل الابلكيشن، هل انت موافق ان انت تنزل الابلكيشن على مسؤوليتك؟ فانت بتقول على مسؤوليتي انا ممكن انزل الابلكيشن ده. فانت اللي هتتحمل العواقب بتاعه الخطوه دي. صح. فده مبدئيا المفروض ما تعملوش. ثانيا، مش المفروض ان حد يمسك الموبايل بتاعك. لان هو احيانا انا ممكن اكسس على او ادخل على البيانات بتاعتك لمجرد ان انا مسكت الموبايل بتاعك وفتحت مثلا اكونت بتاعك بتاع الواتساب مثلا على جهاز تاني. فمش المفروض ان انا بمسك موبايلي حد تاني يمسكه. يعني مثلا اصل ساعات بيكون عندي مشكله في الموبايل، فاروح الراجل في محل الموبايلات. كارثه. صح، ده كارثه طبعا. ما بنعملش كده. لا، كارثة. زمان ده ما بنعملش كده. نعمل كده خالص يعني، ده حرام. طب اعمل ايه؟ طيب انتوا وترتوني قوي. لا يعني انت لو كتبتي على يوتيوب مثلا هاو تو واكتبي اللي انت عايزاه هيجي لك فيديو عنه. لكن ان انت تروحي تعمليه عند محل موبايلات، وفيديوز كتيره جدا. انما تروحي عند حد بتاع موبايل، يعني طبعا دي خطوه جريئه جدا، وانت هتتحملي مسؤوليتها تماما، ان هو معاه كل حاجه في حياتك، خصوصا ان انت الموبايل بتاعك حط عليه الباسوردز بتاعتك، بتاعت البنك، بتاعت الاكونتس بتاعتك كلها، صورك،
كل حاجتك الخاصه موجوده على الموبايل، فانت بتقولي اتفضل خد وانا واثقه فيك جدا ده انا واثقه فيه اكتر من صحابي وعيلتي يعني بالظبط كده. فطبعا ده سهل جدا في الوقت ده ان هو يعرف الباسوردز بتاعتي، ودي اخطر، دي اخطر بكتير. ممكن يدخل على الاكونت واتساب بتاعي، ممكن يعرف اسرار اللي هي على الموبايل، ده مش المفروض ده يحصل. او ان انا ادي لحد اكونت اقول له اديله الموبايل واقول له والله اعمل لي اكونت عشان افتح الجهاز بتاع اي كلاود مثلا عشان افتح الجهاز بتاعي. لا ده بصي انت بتديه له بالمفتاح فهو يبقى معاه الداتا بتاعه الاي كلاود بتاعي. في طرق للحمايه من كده بس مش المفروض ده يحصل فعلا. هو احنا لو دخلنا على اليوتيوب ودورنا هنلاقي الاف الفيديوهات اللي بتتكلم على الموضوع ده وبمنتهى البساطه موضوع. بس هو المشكله ان احيانا الناس بتبقى عاوزه تريح نفسها، تريح دماغها زي كده، ركب لي الجراب والسكرين واعمل لي بقول لك ايه، انا ساعه بس اروح مشوار ساعه بس وجاي لك اكل حاجه خفيفه واجي لك. انا واثق فيك. اول حلقه انا ولينا كنا بنتناقش كده في حاجه بسيطه وكنا بنقول ان الاشخاص الاذكياء اللي زيي ما شاء الله متواضع كده متواضع بينسوا كل حاجه بسرعه لان هما بيسكيبوا حاجات من دماغهم وبيخلوا حاجات مهمه. بس للاسف انا من الحاجات المهمه اللي بتقع مني الباسوردز. فمثلا يا لا بس دي حاجه عامه ملهاش علاقه بذاكره قويه ولا شخص نسي باسورد الاي كلاود او شخص الجيميل وات ايفر بقى هو اي او اس او اندرويد اللي هو عليه كل حياته مظبوط، في يلحق يتصرف ويلحق نفسه ولا لا؟ طبعا ممكن يلحق نفسه. هو المفروض ان الطبيعي وانا بعمل اي اكونت سواء فيسبوك بعمل جيميل بعمل اي اكونت لازم اكون رابطه برقم الموبايل بتاعي. وفي خطوه برضو يعني اعلى من كده شويه بس هنقول دلوقتي ايه الاسهل، ان يبقى رقم الموبايل ويبقى في ايميل بديل حاطه برضو علشان في حاله ان انا هنسى. لو نسيت الباسورد بتاعت الجيميل او بتاعت الفيسبوك يبقى في بديل ان انا اقدر ارجع لحاجه ثانيه ريستور او اعمل فورجيت للباسورد واسترجعها تاني. انما لو انا عامل الايميل مش حاطط عليه رقم موبايل، مش حاطط عليه ايميل بديل في حاله الطوارئ فانا خلاص انا كده عملت كده في نفسي. يبقى من الاول او من دلوقتي لو حد مش عامل كده دلوقتي لازم يروح يحط رقم الموبايل بتاعه علشان اي حاله تحصل ان انا نسيت الباسورد لا دي ترجع لي عن طريق الموبايل. الاي كلاود لازم اعمل كده لان الاي كلاود من اخطر الحاجات ان انا لو نسيت الباسورد بتاعتي فانا كده تقريبا الجهاز بتاعي انا فقدته تقريبا او هدفع فلوس كتيره جدا علشان اقدر ارجعه تاني للوضع الطبيعي بتاعه ان انا افك الاي كلاود من عليه. فلا ده ضروري جدا كل اكونتاتي عشان احافظ عليها عشان موضوع الباسورد. انا شخصيا بنسى الباسوردز بتاعتي رغم ان انا عارفه انت ليه بتنسى الباسوردز بتاعتك عشان اكيد عامل حسابك قوي بزياده فتحط باسورد يعني هارد لدرجه سوبر هارد فبتروح منك صح. ده حقيقي. بس في ناس بتقعد من كتر ما هتفاز لك صح ناخد بقى الاساليب القديمه بس النقطه ضعف فيها لو وقف يضغط ما عملناش حاجه الخزنه نحطها في الخزنه اعمل ايه طيب اكتر اصل هو مفيش يعني نحطها في النوتس ودي تبقى حركه غبيه جدا يعني بيبقى ليه كذا رقم كده ست ارقام بارقام كثيره عشان تحفظ الاكونت بتاعك فانت لازم تحفظ الارقام دي تحفظهم في مكان بالظبط كده بالظبط كده. الاكواد بتاعت ان انا اعمل ريسيت للاكونت برضو دي من ضمن الحاجات انا حافظها في مكان علشان لو الاكونت ضاع اقدر ارجع بالكودس دي يعني. فلا ضروري جدا عشان احافظ على الاكونت بتاعتي لازم تكون مربوطه برقم الموبايل علشان حاجتين، علشان اقدر اريسيت الباسورد يعني اقدر استرجعها تاني او ان لو حصل ان لو حد بيستخدم الاكونت بتاعي. هنفترض ان انت حد شاف النوتة بتاعتك وشاف الباسورد بتاعتك دي هو مجرد انه يفتح الموبايل بتاعه او يفتح الاكونت بتاعك في مكان المفروض يجي لك مسج الاول يقول لك خدي بالك الاكونت بتاعك ده مفتوح من مكان تاني. في مكان تاني فلو سمحتي انت اللي فتحتي ولا لا فتقولي وتبعتي الكود او تكتبي الكود اللي اتبعت لك ده فساعتها هتدركي ان في مشكله في حد بيحاول يخترق جهازك او اقصد يخترق الاكونت بتاعك فضروري جدا ان انا اكون حاطط رقم الموبايل علشان يبلغني على طول لو في حاجه بتحصل وعلشان اقدر استرجع الاكونت ده. ناس كتير جدا الاكونت بتاعتها بتتسرق وللاسف هو مش حاطط موبايل نمبر على الاكونت بتاعه فكده شكرا. طب كان في مسلسل من سنتين ثلاثه في رمضان كان بيتكلم عن الفكره دي ان ممكن حد يبقى
قاعد جوه موبايلك حتى يفتح الكاميرا بتاعتك يسمعك يبقى عارف كل التفاصيل بتاعت حياتك، يبقى هو يقدر يقلب في الموبايل كأنه ماسك الموبايل بالظبط. ده كان يعني مسلسل وكده وما نصدقش الموضوع مش للدرجات دي، ولا دي حقيقة وبتحصل؟ لا، ما هو ممكن يحصل، بس للأسف ده بيبقى أكتر في الأندرويد سيستم أكتر شوية من الأي أو إس. بس لو الشخص ده هو ما عندوش، يعني هو بيحافظ على الجهاز بتاعه، يعني مش عمال بينزل برامج عمال على بطال من اي مكان، ومش بيدوس على اي لينك ملهاش اي لازمه، وده بالمناسبه بيحصل كتير قوي. الناس اللي بتبعت اكونت بتبعت لينكات ويقول لك بص لينكس ودوس وبتاع وبعت لي الكود اللي جالك وشويه اللخبطه اللي بتحصل شويه دي، قبل الحذف والحاجات دي. ده ممكن يحصل لو حاجه بره السوق، اصل بره الستور دي محدش يقدر يعني يبقى متوقع ايه اللي ممكن يحصل. صح. الاي او اس شويه سيستم ستيبل اكتر بكتير من الاندرويد في موضوع ان هو يخترق. بس هو انا لو معايا الموبايل بتاعك وهو اندرويد سيستم في الغالب ممكن ده يحصل، لو بس لو معايا الجهاز بتاعي. انما ريموتلي الموضوع مش سهل للدرجه دي. هو برضو في النهايه فكره اللينك دي ما تنفعش، يعني موضوع صعب، موضوع صعب يحصل، بس هو برضو صعب بيفضل بس مش مستحيل، مش مستحيل في نأمن الاندرويد نفسنا برضو. انما شبه مستحيل في الاي او اس. اوكي طيب، وفكره معلش يا لينا، لا براحتك يا حبيبتي. فكره ان انا ابقى عامل واضح ان انت شاكه ان في حد. لا واضح، انا من الناس دي. انا معايا الاندرويد ومعايا الاي او اس، فانا ببقى يعني حاسه ان فعلا هنا ممكن يحصل حاجات وهنا ممكن يحصل حاجات. بس برضو في الاي او اس فكره ان انت تفايند يور واتش، تفايند يور ايربودز، تفايند الحاجات دي كلها، دي برضو بتخليك فاتح اللوكيشن بتاعك طول الوقت. هل ده فيه خطوره ان انت تبقى فاتح اللوكيشن بتاعك طول الوقت، غير ان هو بيضيع البطاريه وغير الحوارات دي؟ لا، اكيد ان احنا نبقى فاتحين اللوكيشن بتاعنا طول الوقت، سواء في الساعه، في الايربودز، في الموبايل، كلهم عشان متواصلين ببعض. انا حاسه ان دي برضو حاجه مخليه ان الواحد عادي سهل ان هو يخترق. لا، هو اللوكيشن ما في، هو مش ثغره تماما لان حد يخترق الجهاز بتاعي، بل بالعكس هو مهم ان انا ابقى فاتح اللوكيشن عشان زي ما قلتي بالظبط الايكو سيستم يبقى شغال مظبوط، اللي هو انا ساعتي عارف مكانها، الايربودز اللي بتضيع دايما من كل الناس انا عارف مكانها كويس. لو انا عامل اكونت فاميلي، يعني في ولادي كمان على الاكونت بتاعي، ايوه طبعا، يبقى اقدر ابقى متابع وابقى عارف مكانهم فين. فهو مش نقطه ان انا اقلق منها خالص. بس في ما بين الاندرويد وما بين الاي او اس احيانا، يعني انا لاحظت الكلام ده مع اولادي، ان في الاندرويد كان معاهم قبل كده اجهزه اندرويد، فبيظهر لهم كم اعلانات يعني كتير جدا واعلانات سخيفه. الكلام ده بيحصلش خالص في الاي او اس، يعني بحس شويه الاندرويد في رقابه اكتر على الاي او اس. هم اصلا يعني هم البوليسي بتاعتهم علشان يوافقوا على الابلكيشنز في الاي او اس بتبقى صعبة جدا، مش زي جوجل بلاي سهلة مقننة حد شوية بيعمل. عن الاندرويد بالظبط. فبتلاقي اعلانات كتيرة جدا، فرحت غيرت لهم كلهم موبايلاتهم، خليتها ايفون، مفيش بقى وجع الدماغ اللي كان بيحصل. هو مجرد ينزلوا جيم على الاندرويد كنت بلاقي التليفون حاجة سيئة جدا 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 جدا. فالاي او اس لا، احسن شوية بحس شوية الاندرويد، يعني ايه عشان هو اوبن سورس فالدنيا فيه شويه مفتوحه اكتر من الاي او اس. في برضو كده كانت ناس تقول لك لو لقيت الفلاش بيتفتح لوحده بتاع الموبايل، لو لقيت الموبايل على طول سخن يبقى دي علامات ان هو كده في حد راكب الموبايل. هل الحاجات دي منطقيه؟ لا يعني لا لا، هي مش منطقيه. هو موضوع البطاريه دي ليه تفاصيل كتير، ان هي بتستهلك، ومنها حاجات كتير ممكن ما نكونش عارفين سببها، بس هي حاجه في السيستم. اوكي تمام. ممكن حتى لو سايبين ابلكيشنز مفتوحه، يعني او ابلكيشنز مفتوحه مش قوي، او في الحر سايبه في الحر مثلا، سايبه في الحر ده كارثه اصلا. سيب الموبايل في الحر ده غلط على الموبايل، غلط على البطاريه، غلط على غلط احنا علينا احنا كمان. بالظبط، لان ادفع فلوس كتير ونغير البطاريه فلا يعني هو مش علامه خالص ان هو انه ده يحصل. بس ممكن اركز في ايه، ان انا الموبايل بتاعي اللي معايا ده المفروض لما بيفتح الكاميرا او يفتح المايك بيبقى فيه انديكيتور او علامه بتظهر في الشاشه ان المايك ده مفتوح او الكاميرا شغاله. فلازم ابقى واخد بالي هي فاتحه في اي وقت، ولا فاتحه مثلا وانا بتكلم ببعت فويس مسج على الواتساب. لو ببعت فويس مسج اذا المايك لازم يكون شغال. صح. لو انا بعمل مكالمه فيديو على الماسنجر مثلا فلازم يكون الكاميرا شغاله. صح. فيبقى الانديكيتور ده او العلامه دي موجوده، ده وضع طبيعي. انما لو العلامه دي مش يعني موجوده وانا مش فاتح اي ابلكيشن، هنا في حاجة مش مظبوطة. أقفل الجهاز، أفتحه، لقيت الموضوع مستمر، في حاجة مش مظبوطة. هنا ممكن أبقى إيه أفكر إن هنا في مشكلة، يعني إن أحيانا ممكن بتعلق، مش شرط برضو يكون حد
مخترق الجهاز بتاعي، بس على الاقل اكون واخد بالي من الحاجات، في حاجه غريبه في الموبايل ولا لا. حته السخونيه دي لا، ما نقدرش نقول ان هي ده معناه ان في حد مخترق الجهاز. طب في بروجرامز معينه ممكن انزلها عندي على الموبايل موثوق فيها ان هي تقول لي مثلا، او مثلا في فيروس هي البروجرام ده يخلص على الفيروس ده، او مثلا يمنع الهاكينج؟ في بروجرامز كده؟ هو البروجرامز كلها اللي موجوده دلوقتي بتاعت الانتي فيروس هي كلها في الاساس يعني هو بيخوفك من حاجه مش موجوده علشان يبيع الابلكيشن بتاعه. يعني هو انتي فيروس، طب انا عندي فيروس؟ لا انا ما عنديش فيروس، بس اي حد هيبقى نفسه نزل لي انتي فيروس، وهو ممكن كمان يحسسني ان هو انت الجهاز بتاعك كده احنا امناه وهو كويس. في الحقيقه انا مش محتاج ابلكيشن انتي فيروس على الجهاز خالص. انا محتاج اعمل الحاجات اللي انا قلت عليها، لان انا ما نزلتش ابلكيشن من بره الستور، ان انا اللينكات اللي انا شكلها غريب بلاش منها اصلا. تمام، غير كده انا الدنيا عندي تمام، ما فيهاش اي مشكله خالص، ومش محتاج انتي فيروس، ومش محتاج ادفع فلوس بشكل شهري على الفاضي. ان هم بيخوفوني وبعد كده بيبيعوا لي الابلكيشن، فانا اشتريت خلاص الابلكيشن بالظبط، فخلاص ما فيش داعي. لا لا ما فيش داعي خالص الانتي فيروس. طب ايه الابلكيشنز اللي المفروض تبقى موجوده على الموبايل؟ والله ده مرتبط بكل واحد هو بيستخدم ايه. يعني انا شخصيا بشتغل بشويه حاجات سوشيال ميديا، حاجات بتاع التصوير. لا ما فيش حاجه معينه تخلي عشان بروتكشن. بالظبط. لا لا خالص، لا ما فيش اي ابلكيشن. مش اللي بتنظف اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، بس في ابلكيشنز مثلا تقول لك في ابلكيشن لو وقع ميه على التليفون تعمل لك ساوند معينه، في حاجات كده تحس ان هي بتصلح التليفون من غير ما توديه لحد يصلحه. بالظبط. هو انت عندك ميموري يعني ما شاء الله لو اكبر عشان تقعدي يعني فاضيه قوي 33000 صوره بتوعك 33. ما هو ده يا دوب، فانا ما فيش مساحه ان انا اعمل حاجه ثانيه. هو في زي ما قلتي اللي هي ابلكيشنز اللي بتعمل الكلام ده، ممكن احطها في فولدر زي اللي بيطلع صوت من الموبايل، لان في ناس ما تعرفش فجاه لو تليفونها وقع عليه ميه تقول لك لا انا لازم اوديه لحد يصلحه، زي كده استاذه لينا تقوم رايحه على طول على المول تدي تسلم الموبايل انا رايحه اكل ديزرت كده وراجع لكم. فلا اسرقني بقى. في طريقه سهله ان انت تنزلي ابلكيشن فتنضفي الميه اللي جوه الموبايل. بيعمل صوت بتردد معين شويه فبيخرج الميه. ايه ده، انا دي بالنسبه لي اول مره اعرفها بجد الحوار ده. هو اللي بيشيل الميه من هو بيطرد الميه، بيعمل صوت زبات في الموبايل فبيطرد المايه اللي موجوده في الموبايل، فده فعلا ابلكيشن بجد والله ومعمول منه شورت كاتس، وزي كمان. زي ما موجود منه في الساعه عشان لما تنزلي بيها البحر وتطلعي تطردي المايه الزياده. لا دي رفاهيه زياده بقى. ده دلع بقى يا جماعه ده بقى. لا بس هو مثلا في الاي او اس عندهم ابلكيشن مهم اللي هو بتاع السبورت، ده مهم يكون عندي على الموبايل، لانه اولا هو اول ما بينزل على الموبايل بيبقى شايف كل الاجهزه بتاعتي اللي موجوده على الاي كلاود. شايف الساعه، شايف السماعه بتاعتي، شايف الموبايل، شايف الايباد، شايف كل حاجه. الجميل فيه ان هو بيقول لي، يعني بيقول لي حلول للمشكله اللي عندي، انا بقول له المشكله اللي عندي كذا، فهو بيقول لي والله طب جرب كذا، جرب كذا، جرب كذا، وفي الاخر لو ما لقيتش حل طب ايه رايك تكونتاكت السبورت وهم يكلموك يتصلوا بيك او تشات معاهم. فده مهم فعلا يكون عندي الجهاز ده، شويه بيساعد في حل المشكله قبل ما تنقل للخطوه اللي بعدها ان انا اكلم السبورت. فده ابلكيشن، وده ابلكيشن نيتف يعني بتاع الشركه نفسها، هو اللي بينزل على الموبايل، فهو مهم قوي الابلكيشن ده يكون على الموبايل. عايز اسالك سؤال مهم كمان، انا دلوقتي مثلا في اي خروجه انا ولينا وبعدين انا ضيعت موبايلي، ينفع امسك موبايل لينا الاي او اس زي واعمل اي حاجه تقفل لي موبايلي عشان الحق احميه؟ في طبعًا. حاجه تكونكت ده بده طبعا نلحق. هو سواء على الاندرويد او على الاي او اس الاثنين عندهم سيرفيس ان هي بدخل عليها من على البراوزر مثلا. بدخل على فايند ماي ديفايس لو هو اندرويد، وفايند ماي فون ده لو او فايند ماي بتاع اي او اس. بدخل على ده او ده على حسب انا جهازي نوعي. وبدخل باكونت بتاعي سواء في الاي او اس بدخل على اكونت الاي كلاود، او بحط بيانات بتاعه الجيميل بتاعتي لو انا اندرويد. واول ما بدخل هو بيخيرني بقى، اولا بيقول لي هو الموبايل فين، يعني هو ربما يكون ما اتسرقش، ربما يكون في مكان نسيته في مكان كنت قاعد فيه، فهو بيقول لي على اللوكيشن. بيديني اللوكيشن، دي اول نقطه علشان ممكن ارجع بسرعه للموبايل بتاعي. النقطه الثانيه ان هو بيديني اوبشن ان انا ابعت رساله او اسيب رقم موبايلي على الشاشه بحيث ان اللي يشوف الموبايل يدوس على الرقم يتصل بيه على طول. ده في الاثنين، في الاي او اس وفي الاندرويد. في الاثنين اقدر اسيب رساله على الشاشه،
ويقدر يتصل بيا مباشره. فده سهل جدا. لو سبت رساله يبقى التليفون كله مقفول الا الرساله دي هي اللي موجوده بالظبط هي على السكرين. وبعدين كمان في بقى اكتر من كده، ان انا خلاص فقدت الامل، انا بديله اوردر ان هو يمسح اللي على الموبايل كله. ده مهم قوي. دي المرحله الاخيره، انا فقدت الامل خالص ومش عايز الداتا دي بتاعتي تكون مع حد، وفي الغالب مش عارف يوصل لها، بس دي زياده امان. مجرد الموبايل يبقى وصل على الانترنت هياخد الاوردر بتاع الاريز او الديليت بتاع الايه الموبايل بتاعي، فيبقى فاضي خالص، فبقى اطمنت ان الداتا بتاعتي مش معايا. ان هو حتى مش هياخد معلوماتي لو هو اتسرق او كده، ما حدش هيخترق معلوماتي او كده. بالظبط، ابقى ضامن. عملت اوردر، مجرد ان هو يوصل اونلاين هيتمسح الجهاز تماما، هيبقى فاضي خالص، هبقى انا كده مطمن ان ما يبقاش الحاجتين، يعني ما يبقاش موت وخراب ديار، يبقى موت بس. طب جمال، قول لنا كده، طبعا من حكم خبرتك في السوشيال ميديا وان انت بتعمل فيديوز ما شاء الله محققه يعني مشاهدات عاليه قوي، ايه اكتر فيديو او اكتر نوعيه من الفيديوز اللي بيكون عليها اقبال جماهيري يعني؟ بصي، هو انا لاحظت ان اكتر فيديوهات بتتشاف اللي هي المعلومه البسيطه قوي، اللي هي ثواني قوي، اللي هي بالظبط في ثواني، وما تعقدش الدنيا، الموضوع يبقى سهل، معلومه بسيطه خالص. انا ببقى متصور ان هي هتبقى معلومه الناس هتتضايق مني، ايه يا عم الفيديو اللي انت عامله ده، بس بكتشف ان هو بيروح للناس وبيوصل كويس. اكتر حاجه كمان الحاجات اللي علاقه بالسكيورتي، عشان بقول لك الهاجس اللي عند معظم الناس هو دايما قلقان، ايه العلامه اللي ظهرت دي، ايه النور اللي ظهر في الموبايل، انا موبايلي تقيل، انا حاسس ان في حد بيخترق الموبايل بتاعي. فلما بتتكلمي عن السكيورتي وازاي تحافظ على موبايلك وازاي تتاكد ان ما فيش حد مخترق الاكونتات بتاعتك، دي شويه الناس بيحبوها، هو عاوز يبقى نفسيا مرتاح. صح. مش حاسس ان في حد بيراقبه. فدي شويه بتبقى الناس بيحبوها قوي. ممكن نتكلم بقى كمان على الوصلات الفيك والمش فيك. كنت عامل فيديو ناس بتتكلم انه ممكن وصله فيك تاخد الداتا بتاعتك كلها، بتاخد كل المعلومات بتاعتك. بالظبط بالظبط. هو في دي شركه، الفيديو ده تحديدا، دي كانت شركه عامله، يعني هو شغلها اصلا في الموضوع ده شويه ان هي بتخترق الاجهزه لاغراض معينه، ودي بتتباع بشكل رسمي في امريكا. هي مش موجوده في مصر، بس الواحد خايف حد يستوردها ويجيبها يعني. بالظبط، هو انا ممكن اشتريها عادي، ممكن اشتريها وهو كابل زي الكابل العادي. لو انا اديت لك الكابلين قدامك كده مش هتقدري تقولي ايه الفيك وايه الاصلي. بس هو كابل غالي شويه، فاللي جايبه جايبه الغرض، يعني هو مش جايبه علشان عشان يتسلى، لا غرضه شرير. انا عاوز دينا اوصل الموبايل بتاعها بالكابل الشحن ده واقدر اخترق الجهاز بتاعها. فهو يعني المشكله ان احنا، يعني كان هدف الفيديو الاساسي ان يا جماعه خدوا بالكم، حاول دايما قدر الامكان انت تستخدم حاجتك، ما تستخدمش اي حاجه تانية، علشان ما يحصلش كده. وان كان الكابل غالي، يعني كابل مثلا ثمنه داخل حوالي في 200 دولار مثلا، فالكابل مش رخيص. اللي عايز يعمل حاجه وحشه هيدفع دم قلبه، مفيش اي مشكله يعني. فعشان نتجنب الموضوع، لان مفيش فعلا طريقه اقدر اكتشف هو ده الحقيقي ولا لا. وخصوصا ان الكابل ده بالذات في هوت سبوت، يعني اقدر ادخل على الكابل، انت ممكن تبقي حاطه اديت لك الكابل ده بتشحني بيه، فانت بتشحني الموبايل بتاعك في جنب، وانا من الموبايل بتاعي دخلت على الهوت سبوت اللي موجوده في الكابل ده، فقدرت ان انا ادخل على الجهاز طبعًا. بتاعك. بس هو احنا هنا بقى ده مش اختراق بمعنى الهاكينج ريموتلي او من بعيد، ان بعد كده بقى مجرد ما يتشال الشاحن خلاص انفصلوا عن بعض. كده انفصلوا عن بعض. اوكي، يعني هو وقتي يعني، وانت حاطط الكيبل بتشحن مثلا، فانا دلوقتي بشوف بقى بالظبط. يبقى الموبايل مثلا بتاع لينا بيتشحن، انا بتشاك على كل حاجه جوه الموبايل. انا داخل على الموبايل عن طريق الهوت سبوت. عندهم كمان منتجات تانية برضو بنفس الفكره دي. لا دول قاصدين بقى. لا بيعملوا حاجات كتير. ده ايه ده؟ ده ايه الشر ده؟ عندهم برودكت اسمه كي لوجر، هو ده بيتوصل على الكيبورد بتاعه اللابتوب مثلا. لو انت عندي كمبيوتر وقاعده قدامه، انا بشيل اليو اس بي من ورا الكيس بتاعه الوايرلس، اللي هي واصله. هي انا بوصلها مكان اليو اس بي وبوصلها بالكمبيوتر. بعد شويه، انا بعد ما انت كتبتي كل حاجه وعملتي كل حاجه، لو انا خدت الكي لوجر دي هقدر
ان انا اشوف كل حاجه اتكتبت على الكيبورد. هم يعني عندهم منتجات كتير فيعني ايه مطلوب المحيطه والحظر. اسالك سؤال نسائي قوي، عارف اللي هو الستات قوي هتفكر ايه احسن في الكاميرا اللي هو في التصوير وفي الحاجات دي. لو انا مثلا مسافره وعايزه اتصور صور حلوه، او في بحب جدا عندي هوس، وانت عارف كل البنات صورني 100 صوره 23000 اخر واحده اخر واحده فاندرويد احلى ولا اي او اس؟ لا هما الاثنين محدش هيقدر يجيب اخرهم في التصوير. قاعدين بيعلوا على بعض. الاثنين جامدين جدا. يعني من اول الايفون اكس واحنا طالعين، والاندرويد السامسونج الاجهزه بتاعتها، الاثنين في الكاميرات كويسين جدا ومفيش حد بيعرف يجيب اخرهم. هي بس بتبقى شويه مغريه لان انا اشتري ده الكاميرا دي 100 ميجا بكسل، الكاميرا دي مش عارف ايه، دي فيها سينماتيك، دي فيها كذا، فدي حاجات علشان تخليني اقول انا لو جبت الكاميرا دي هعرف اصور بيها. بس هو الموضوع فعلا لازم تكون اصلا شاطر في التصوير وبتعرف تصور ازاي وفي اضاءه شكلها عامل ازاي. فانت اي موبايل فعلا حتى لو قديم هطلع منه صور حلوه جدا. فهم الاثنين اخر موديل في ابل واخر موديل في سامسونج، الاثنين جامدين جدا ومحدش عارف يجيب اخرهم فعلا في التصوير. اصلا يعني مفيش منافسه في الحته دي. لا 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 لا، هاتي اي جهاز وانا ضمنتي. اوكي. ايه الحاجات اللي احنا بنعملها بتدمر التليفون في وقت اسرع؟ انت عارف دلوقتي طبعا اسعار التليفونات بقت غاليه جدا. غاليه جدا قوي. فاول حاجه بتبوظ معانا هي البطاريه. يعني بالزبط. اول بسم الله الرحمن الرحيم بطاريه باظت. هل ده بقى بيكون علشان انا بس بستخدم التليفون وهو في تشارجر؟ اكيد فاتحه حاجات كتير قوي مش بقفلها قبل ما اسيب التليفون. يعني قول لي ايه الحاجات اللي ممكن تحميني ان انا ما بوظت تليفوني كويس. وكمان بدايتهم البطاريه كويس. هو اهم حاجه، هو ما كل الشركات بتتكلم عن الموضوع ده، اكتر حاجه ممكن تدمر البطاريه هي درجه الحراره. فأي فعل هتعمليه، أي تصرف هتعمليه مع الموبايل هيبقى نتيجته إن درجة الحرارة بتاعته تبقى عالية، تأكدي إن أنت بتأثري من العمر بتاع البطارية. فمثلا لو هو على الشحن وأنا بستخدمه هو على الشحن، بتفرج على فيديوز، بلعب جيمز عليه، فده بيعلي درجة حرارة الموبايل طبعا. فده بيقلل من عمر البطارية. وأنا في العربية ومشغل الجي بي إس مثلا وحطه على التابلو بتاع العربية، فالشمس ضربة في الموبايل فده بيسخنه جدا لدرجة انه ممكن يفصل. ايوه هو ده لما بيكتب الموبايل فجأة ان هو بيكتب لنا ان التمبرتشر عالية فهو فصل. بالظبط فصل خالص. هم بيعملوا بروتكشن، بيعملوا حمايات دلوقتي، ان هو لمجرد ان هو يحس ان الموبايل بدأت حرارته تعلى شوية هو مبقاش بيفصله، هو بيفصل الشحن يعني ما يشحنش. دي كخطوة اولية ان انا احمي الموبايل الاول او احمي البطارية. والخطوه الثانيه لو درجه الحراره عليت جدا، لا انت مش هتقدر تستخدم اي حاجه موجوده على الموبايل. فدي نقطه مهمه جدا، اي حاجه ليها علاقه بدرجه حراره بتعلى بتاعه الموبايل احاول اتجنبها تماما. كمان ان انا الموبايل بيجي فيه نوتيفيكيشنز عمال على بطال، اشعارات كتيره قوي من ابلكيشنز انا اصلا مش مهتم بيها، فده كل شويه عمال بيستهلك في البطاريه طول الوقت، فانا بضطر اشحنها عدد اكتر من الشحنات. فده طبيعي بيقلل من عمرها، لان في الاغلب البطاريات بيبقى عمرها 500 600 700 شحنه مثلا، فالمفروض ان انا بخلصهم كده بسرعه. فاحاول دايما اخلي ان الاشعارات ما تبقاش شغاله عماله على بطال. انا ما بستخدمش الابلكيشنز دي، يبقى اقفل الاشعارات بتاعتها خالص. ما تجيليش، فده يخلي عمر البطاريه يبقى أحسن اكيد معي. احسن. وفي الحاله دي لو الموبايل سخن مني، يعني التصرف الطبيعي ان انا اقفله، احاول اقفله لحد ان انا ما استخدموش، ان انا يرتاح. ولو الموضوع مستمر، يعني في ناس مثلا بيقول انا الطبيعي بتاعي وانا بستخدم الموبايل درجه طول الوقت سخنه، وانا بتكلم في الموبايل ما بعملش حاجه هو سخن. في الحاله دي في شويه حاجات كده ممكن نعملها، ان انا اعمل ريسيت للنتورك سيتنجز، اعمل يعني اقلل عدد الاشعارات اللي بتيجي. الموضوع لو فضل مستمر بشكل طويل، لا شيل السوفت وير ونزل سوفت وير جديد. انا شخصيا يعني قابلت الموضوع ده، وكان الحل الوحيد ان انا اشيل سوفت وير وانزل سوفت وير تاني والموضوع اتحل. مش طبيعي ان انا وانا بتكلم في الموبايل يبقى سخن في ايدي. طب ولو مش بتتكلم فيه، يعني انا حصلت معايا ان انا التليفون يعني في عادي في نص الليل سخن، في نص الليل بالغلط بجيب حاجه ايدي جت عليه زي اتلسعت. لا ده انا حسيت بقى ان انا
لا ما كانش على الشاحن. ما كانش على الشاحن. هو الشاحن للاسف ساعات بنشوف فيديوز كده بتبقى وحشه قوي بينفجر وحاجات كده. فانا صحيت من النوم بسبب ان انا الموبايل ده فعلا مش طبيعي. هل ده بقى طبيعي ولا هو كان ممكن فعلا يوصل لمرحله ان هو ممكن ينفجر؟ لا هو ده مش طبيعي. ان هو يسخن، هو مش هيوصل ان شاء الله ان هو ينفجر. بس هو ده مش طبيعي، وزي ما قلت لك ممكن نفصل اي حاجه بلوتوث بيه، ممكن نفصل اي حاجه واي فاي واجرب اشوف الدنيا اخبارها ايه، لانه احيانا كان بيبقى الموبايل بيعلق ان هو عمال بيدور على السماعه بتاعتي، فعمال طول الوقت عمال شغال او ان انا في مكان الشبكه فيه ضعيفه جدا، فبالتالي هو عمال يسيرش على نتورك علشان يربط بيها. او بيعمل سوفت وير ابديت مثلا. يعني سوفت وير ابديت المفروض يبقى ساخن وقت شويه او بقى دافي بعد يعني. كده رجع تاني طبيعي. أوكي. انا بتكلم على الوضع المستمر ان هو طول الوقت التليفون سخن بالشكل ده، ده مش طبيعي. فلازم ايه افصل شويه الحاجات اللي هي الخارجيه. يعني مثلا هعمله على الايربلين مود، وضع الطيران ان هو مفيش ما بيدورش على نتورك لو نتورك عندي ضعيفه في البيت. افصل البلوتوث، افصل الواي فاي، اريحه من الاخر كده، اريحه اشوف المشكله فين عشان افهم المشكله فين. صح. طيب هو لسه سخن. لا كده انا لازم انزل سوفت وير علشان احل المشكله، لان احيانا محدش يقدر يكشف المشكله. يعني امشيها بالترتيب كده واحده واحده لحد لما اوصل اخر حاجه انزل سوفت وير جديد. طيب انا عايزه اسالك سؤال مهم قوي قوي، وكل اكيد الامهات والابهات عايزين يعرفوا معلومات عنه، هو الموبايلات في ايد اطفالنا. طبعا مش هنقدر ما نديهمش موبايلات لان بيبقى كل اصحابهم معاهم وهم عايزين يمسكوا الموبايلات، بيدخلوا بيلعبوا جيمز زي ما انت قلت، ولادك لما بيلعبوا بينزلوا الجيمز، بيدخلوا على اليوتيوب بيتفرجوا على حاجات، هم بيحبوا الموبايلات، بقت خلاص حاجه اساسيه لكل افراد العيله. ازاي أأمن موبايل ابني أو بنتي؟ دي حاجة برضو مهمة جدا جدا في الفترة الغريبة اللي احنا فيها دي، في حاجات بتظهر كده غير عاداتنا غير ثقافتنا. صح. إعلانات بتبقى غير لائقة بتظهر فجأة لأطفالنا، فازاي نحاول نحد من الموضوع ده؟ بصي، هو ما فيش حاجة هتعمل حماية 100%. بس إلى حد ما انت بتحاولي ان انت كل ابلكيشن، خاصة الابلكيشنز اللي هم بيستخدموها بشكل مستمر. يعني معظم الاطفال او يعني اللي هم في سن يعني 13 14 15 بيستخدموا التيك توك، بيستخدموا الفيسبوك، بيستخدموا الانستجرام، يوتيوب احيانا. مهم جدا هي الحاجات دي فيها فلاتر جواها ان انا اقفل اي محتوى مش مناسب. بس مش هينفع يبقى 100% ان هو يعمل البروتكشن. لازم ان انا اكون متابع من الهيستوري، ابقى متاكد هو بيشوف ايه علشان ابقى متابع. ما فيش اي حاجه ابدا هتقفل 100%. في طرق كتيره، يعني في طرق كتير، في ناس بتغير دي ان اس نمبر، بتغيره بحيث ان ابقى داخل على فلتر وقافل الحاجات اللي هي ممكن يسيرش بكلمات معينه فما يظهرلوش حاجه في السيرش. برضو مع اللي بيحصل واللي بيشوفوه من الفيديوهات يقدر يباي باس الحاجات دي ويقدر يدخل على اي حاجه. فلازم يكون في رقابه، بالاضافه ان انا هعمل دوري. دوري ايه؟ ان انا اقفل او اعمل الفلتر، افعله الفلتر اللي هو بيقلل شويه المحتوى اللي هو الغير مناسب ده. هو المحتوى ده مش بيتحدد من واحنا بنعمل اصلا الاكونت واحنا بنكتب السن بتاعنا، فالمفروض ان في حاجات مش بتظهر لسن معين. هو يعني اللي بيعمل اكونت، احنا غالبيتنا ما حدش بيركز قوي. انا مثلا عامل اكونت ليا، فابني استخدم الايباد بتاعي، فهو ظاهر قدام مثلا يوتيوب ان ده واحد كبير، واحد عنده 30 40 بالزبط. سنه، ده واحد كبير فما عندوش مشكله. بس انا ممكن من جوه الاكونت، اقدر اقفل فلتر كلهم، فيهم جواهم فلاتر ان انا لا لو سمحت ايه شيل لي اي محتوى غير لائق، ابعدوا عني. بس حته ان انا لو انا عملت فعلا لابني اكونت 10 سنين على يوتيوب، هو مش هيوافق ان هو يعمل له اكونت، هيعمل له اكونت في يوتيوب كيدز بقى. دلوقتي بقى هايل بصراحه. لا انا مش عاوز الكيدز ده، هاتلي اليوتيوب. وده بقى دي مشكله. ايوه، هو اتعود على التاني. سؤال محيرني جدا، محير ناس كتير. الناس اللي بتبعت مسج على مثلا فيسبوك ماسنجر بلينك، واللينك ده بيخليهم ياخدوا الاكونت بتاعك على الفيسبوك، انا عايز اعرف ايه وجه الفايده بعد ما اعمل هاك للاكونت؟ ان حصلت من فتره حد بعت لي من اكونت حد من صحابي بليز فوت فور كذا وما اعرفش ايه، وانا عشان هي صاحبتي فقلت لها حاضر انا بس في شغل وهعمل فوتنج، حاضر بعد ما اخلص. بس ما فتحتش اللينك لحظي ان انا كنت في شغل. ده كويس. شويه عرفت ان ده اصلا مش هي وان الاكونت بتاعها معمول له هاك. ايه الفايده من ده؟
وهو اللينكات دي لما بتتفتح بيحصل ايه؟ بصي، هو الفايده وبعتها لناس كتير اكيد، هو الفايده دي مرتبطه بالشخص نفسه، هو انت باعت ده ليه؟ ايه هدفك؟ فغالبيتهم بيبقى ابتزاز، يعني هو دخل على الاكونت وعاوز يعني يقول لك والله الاكونت بتاعك معايا، لا هاتي فلوس مثلا هاتي عشان فلوس ارجعه عشان لك. اكونت مثلا بقاله معاكي مثلا 10 15 سنه، اكيد. فانت عاوزه الاكونت بتاعك، وده بيحصل كتير يعني. فده والفنانين ده كمان هدف، لان ساعات بيبقى عندهم الافات الفولورز و عندهم ملايين وبتاخد الاكونت يعني. بتاعتهم. اي نعم بترجع، بس هو المشكله هو هدف الشخص اللي عمل كده ابتزاز. ابتزاز، معايا الاكونت بتاعك. وده شغال كل يوم، كل يوم بيجي رسائل بالمنظر ده، ان احنا هندفع لك كام الف دولار ونعمل اعلانات على الصفحه بتاعتك. كل ده كلام كذب اوكي. يعني. لما بفتح اللينك دي، في الغالب في ناس، ودي الطريقه السهله للاختراق، ان هم في ناس اسمهم سكامرز، يعني ناس بتخدعني، بيدخلني على صفحه اسمها صفحه سكام. ايه الصفحه دي؟ الصفحه دي عباره عن، هو بيعمل لي صفحه كانها صفحه الفيسبوك بالظبط، بس هي في الحقيقه مش صفحه فيسبوك، بس هتلاقي اللوجو، هتلاقي مكان تدخلي اليوزر نيم، الباسورد بتاعتك، صفحة طبيعية جدا. فالطبيعي انك بتعملي ايه؟ بتدخلي، بتدخلي اليوزر نيم والباسورد بتاعك وتدوسي ساين ان او تسجيل الدخول. فاللي بيحصل ان هي ما راحتش فيسبوك، هي جات لي انا اللي كنت عاوز اسرق الاكونت بتاعك، فانا سرقت البيانات بتاعتك. وبيعملوها كتير في المواقع بتاعت الشوبينج، لانك ممكن تدخلي كريدت كارد، يعمل لك عرض حلو قوي على حاجه خصم 90%. حصلت قبل كده قريب. بالظبط. وشركه حذرت بتاعت كشوبينج يعني. بالظبط. فتدخلي العرض مغري رهيب، جدا مغري جدا. فتدخلي، دخلي كريدت كارد بتاعك، خلاص يا باشا صباح الفل. بالظبط كده، تعملي باي، شكرا. هو خد الداتا بتاعتك باي باي. وراح للاسف عمل بيها اي حاجه او باعها، لان يعني في سوق كبير للحاجات دي طبعا. فهو في الفكره، هو مش هيخترقك لان اختراقك صعب، بس هو هيخدعك عشان تخلي البيانات بتاعتك في المكان ده، وهو يسرقها بسهوله. لا، معلومات يعني بجد خطيره مهمه جدا. في حاجات اصلا كتيره قوي من اللي انت قلتها كنتش عارفاها، وخلاص بقى يعني خدت الوعي اظن الكافي ان انا ابتدي اعتمد على نفسي في موضوع الموبايلات ده. بشكرك جدا يا جمال، وثانك يو على المحتوى اللي ليه هدف اللي انت بتقدمه، ودي حاجه عظيمه جدا. بشكرك جدا ونورتنا في عيش سعيد. ربنا يخليك. شكرا. شكرا ليك، وان شاء الله تبقى ضيفنا دايما في عيش سعيد وتقول لنا معلومات مهمه كده. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نشوفكم حلقات تانية من عيش سعيد. باي باي. عيش سعيد، لون حياتك بإيدك. عيش سعيد.